يعطيك العافية دكتورة. الله يخليك، اتفضل يا اخي. دكتوره، فحكينا دكتوره انه الماكسيموم من الصوديوم هو 1500 ميلي جرام. الاطعمه اللي بتحتوي على نسبه عاليه من الصوديوم دكتوره هي الحبوب بانواعها والتوابل والصلصات والحلويات مثل البسكويت والكعك. دكتوره بنحكي عن الشوغر. دكتوره هو تناول السكر بكميات كبيره هو مرتبط بخطر، يعني اكبر خطر لمعدلات الوفاه بامراض القلب. دكتوره يعني لازم ما يزيد عن 6 ملاعق سكر يوميا فقط. طيب يبقى انت توصياتك للنظام الغذائي بالنسبه للمريض اللي عنده مشكله كارديك بروبلم، هتقول له 1 2 3 الخطوط الرئيسيه، الدهون بالاخص المصدر الحيواني او الساتوريتد فاتي اسيد، كميه الملح التقليل منها بقدر كبير او قدر ملاحظ، بلس السكريات. اي اضافه تمام. اخرى يا خليل؟ إضافة أخرى دكتورة، بعد بحكي عن الـ الألياف القابلة للذوبان. تمام، الفايبرز والسوائل. دكتورة الألياف القابلة للذوبان هي تعد أهم عنصر من العناصر الغذائية لصحة القلب. هي بتساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم وإدارة مستويات السكر في الدم بشكل أفضل. ولازم الإنسان يعني يستهدف حوالي 10 إلى 25 غرام من الألياف القابلة للذوبان. نحتر عليها بالشوفان والفاصوليا والتوت وبذور الكتان. احماض اوميجا 3 دكتوره اللي هي بتتواجد بالاسماك الدهنيه وبعض المكسرات والدهون، هي دكتوره بتساعد على انها تقلل من ضغط الدم وتقليل مستويات الدهون الثلاثيه. تمام. وتبطئ نمو اللويحات في الشرايين، وتقلل ايضا من خطر عدم انتظام ضربات القلب. دكتور، هاي الاحماض اوميجا 3 بتتواجد بالتونه والسلمون والسمك المملح والسردين وعين الجمل. الاسماك غالبا. تمام. الاسماك غالبا. الخضروات والفواكه دكتوره. الخضروات والفواكه دكتوره غنيه بالمغذيات يعني اللي بتفيد صحه القلب. فانه الانسان لازم ينوع من تناول الخضروات والفواكه كل يوم يعني بشكل يومي. واختيار انه الخضروات غير النشويه. البطاطس والبطاطا الحلوه. وغالبا دكتوره عند اغلب المرضى بلاقي عندهم نسيان بالخضار البيضاء وينظر اليها على انها ليست مغذيه. بس هاي الاطعمه دكتوره مثل البصل والقرنبيط والفطر صحيه بشكل كبير. دي اهم يعني افضل القوائم بتبتدي بالثوم والبصل. بيوصوا طبعا بيوصوا باكل السبانخ والبروكلي والطماطم والجرجير والفلفل والجزر. دكتور انا هيك ان شاء الله. تمام يا خليل. تمام دكتور، اكرمك الله. مين بعد خليل؟ دكتور انا وابراهيم ومحمود. اوس ومحمود وابراهيم اللي متاخرين. طيب تمام دكتور ان شاء الله. انا خليل. تمام يا خليل، ربنا معك. اللي بعده يلا يا محمود انت وابراهيم واوس. يلا احنا موضوعنا عن الهايبرتنشن. هسه الهايبرتنشن increases risk of heart disease and stroke. تمام. طيب محمود الله يكرمك. مين محمود اللي معايا؟ اوس. يا اوس محمود. عايز محمود واوس وابراهيم اللي هتقدموا الموضوع، انتوا الثلاثه هتقدموه صح كده؟ بالظبط. طيب حاولوا تقسموا الوقت ما يزيدش عن 10 دقائق، وحاولوا ان الفوكس بتاعنا باك جراوند سريع عن البروبلم وبعدين الدخول مباشره في دايتري انترفنشن. تمام. من نحكي شوي عن الهايبرتنشن بشكل عام بعدين. تمام. عن الموضوع. عرفتوا انتوا الفكره جايه ازاي. طيب. ريسك فاكتور الهايبرتنشن بتتضمن الاوبيزيتي، الكحول، سموكينج، الفاميلي هيستوري. الكومن تريتمنت للهايبرتنشن ممكن نحكي انه البيتا بلوكرز. الهايبرتنشن مش ما بيكون عليه السيمتومز ما بتكون واضحه دائما، بس اذا زادت هاي الريسك هاي الاعراض عليه ممكن يعمل هارت اتاك او ستروك. الكومبليكيشن. تمام بالضبط الكومبليكيشن. لحتى الواحد انه يعرف الهايبرتنشن عنده بالضبط ايش، مش راح يزبط معه من اول مره، بده يكون
متابعة؟ ارتفع او انه طبيعي. متابعة لقراية القياس الضغطي. اكيد. Blood pressure is recorded with two numbers اللي هم systolic pressure والdiastolic pressure. Systolic اللي هو force at which your heart pump blood around your body. Diastolic pressure اللي هي the resistance to the blood flow in the blood vessels. They're both measured in millimeters of يعني منقيسها بالمليمتر. Blood pressure considered to be هو الطبيعي لحد 140 على 90. هو الطبيعي بيختلف من عمر العمر ياوس. بيكون ارتفاع طفيف. اكيد. الطبيعي بيكون في رينجو بيختلف من هاي لسه بدي احكي. تمام. وين؟ هو الرينج الطبيعي بيكون بين انه يكون 90 على 60 لحد 120 على 80. من 190 140 على 90 بتكون ارتفاع طفيف لسه. تفضلي. البلود بريشر ميجرمنتس فول انتو فور جنرال كاتيجوريز، يعني انه بتقسم لاربع اقسام ارتفاع البلود بريشر. اللي هو نورمال بلود بريشر بيكون 120 على 80. البلود بريشر جينج من 120 والديستوليك بريشر من 80 تحت ال 80 بيكون. وعندنا ستيج 1 الهايبر تنشن اللي هو سيستوليك بريشر بيكون من 130 ل 139 والديستوليك بريشر من 80 ل 89. في عندنا كمان ستيج 2 للهايبر تنشن، هون بيرتفع اكثر من 140 السيستوليك سيستوليك والديستوليك بيكون اعلى من 90. طبعا حسب العمر حكينا انه بيختلف السيستوليك والديستوليك حسب العمر، ولكن من فوق ال 50 بيكون اعتمادنا اكثر ايش على السيستوليك. تفضل يا اوس. انا خلصت دكتور. طيب. ابراهيم يلا يا يلا ابراهيم. يا ابراهيم انا راح ابلش دكتور. تفضل. الحين عندنا نصائح للنظام الغذائي عشان نعمل انخفاض للبلد بريشر. الحين من يعني احنا من اهم شيء بيننا بالنظام الغذائي هو نركز نعرف السعرات الحراريه اللي راح يتناولها الشخص، ونركز على اهم شيء منها الصوديوم. لازم نعرف قديش انه الصوديوم قديش لازم الشخص المريض يتناوله في اليوم. يعني لازم يخفض منه تدريجي مش مرة واحدة، لأنه الجسم يكون متعود على كمية معينة من وهذا الاشي اللي بيكون مع تنسيقه مع المريض مع الطبيب، لأنه كل شخص بيختلف عن الآخر. ولازم نراقب سعرات الحرارية، سعرات الحرارية لها يعني دور كبير على انخفاض ضغط الدم. يعني ممكن واحد يتناول وجبة يعني صغيرة بس تكون عدد السعرات الحرارية فيها عالية جدا، فما بيستفيد من أي شيء من النظام الغذائي اللي هو عليه. يعني الصوديوم يعني بيبلش ممكن يأخذ من 2300 جرام، ولازم يحاول يقللها إلى 1500 جرام مع متابعة يعني طبيبه. يحاول يستبدل أي شيء يعني من ملح التوابل أي أشياء طبيعية أفضل له. مهم يعني الاهتمام بالإقلال عنصر الصوديوم علشان ما يزيدش من حالة الهايبرتنشن، لأنه بيؤدي الوتر تنشن طبعا.
طيب طيب تناكل لغة انه اطرح وشفت الاكبر ايه تاني يا محمود؟ ولازم يعني يتناول لا ايوه دس هاي ولازم انه يعرف انه ياكل يعني يتناول معها اشياء غير الصوديوم يبدلها بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والالياف هذول برضه بيساعدوا في ضبط الدم والفواكه يركز على الفواكه والخضروات اللي بتحتوي على عناصر او المينرالز ابراهيم حيقدم حاجه يا ابراهيم ليك دور ايوه مين ابراهيم لو جزء حيقدمه الحين دور جاي فصل النت شكله او شيء خرج ابراهيم طيب في عندكم حاجه ثاني في موضوع ها يا محمود طيب الحين ابراهيم الدكتور الحين ابراهيم بده يكملها الجزئيه اللي ضل طب هو فين ابراهيم اكثر ايش اللي صار معه هو دلوقتي جه النت فصل معاه خير ان شاء الله خير طيب في نقاط اخرى هتتكلموا فيها غير الجزء ابراهيم كان هيتكلم عن ايه ابراهيم كان هيتكلم عن ايه يا محمود طيب راح تكلم عن الباقي دكتور اللي عن النظام الغذائي طيب الفت نظره ان هو كده ما قدمش الجزء اللي خاص بيه والوضع مختلف بالنسبه له عنك وعن زميلك طيب مين بعد مجموعه محمود وعوس دكتور ابلش انا اتفضلي يا حبيبتي مين انت بقى رينات؟ انا رينات أو... معاكي هلا ايوه اتفضلي يا رينات موضوعي عن كوفيد 19 راح نحكي ايش إيش هو فيروس كورونا وكيف بنتقل الفيروس وكيف طريقة الوقاية وكيف إيش الأعراض وطريقة العلاج؟ بص يا رينات إحنا يعني مع احترامي لموضوعك بالأوتلاينز المختلفة اللي فيه وتحضيرك ليه طبعا أنت وزميلتك إحنا بس في 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 جزئية كبيرة قوي كلنا تشبعنا بيها من خلال الإعلام عن موضوع كورونا ده تحديدا فعايزين يكون الاستريس على الدايتري انترفينشن لو سمحت عشان تاخدي وقتك في النقطة المهمة دي لكن إعلاميا إحنا تشبعنا ما أعتقدش حد على جهل إزاي بيتنقل وطرق الوقاية والقصة دي كلها أول إشي إيش هو كوفيد 19 هو عبارة عن مرض معدي بسبب آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروس كورونا ما كنا بنعرف وجود المرض بعد إلا بعد ما انتشر مدينة ووهان الصينية 2019 طبعا has now turned into a pandemic affecting many countries in the world هو صار جائحة عالمية وتؤثر على كثير من الدول هسا كان صار عندنا symptoms أعراض أعراض مرض الكوفيد أول شيء فينا الفيفر الحمى وفينا التعب والسعال الجاف في عندنا كمان less common symptoms اللي هي أعراض أقل شيوعاً شوي ألم الصداع احتقان الأنف والهدج الصداع والتهاب الحلق والرش اللي هو الطفح الجليدي هاي الأعراض بتكون تبلش خفيفة وتبدأ بالظهور تدريجياً طبعا في عندنا حوالي 80% من الناس بتعافوا من المرض بدون ما بيحتاجوا الى علاج خاص ومرات الاعراض ما بتبين على الكل يعني تقريبا كل واحد من 5 اشخاص تكون الاعراض اكثر حده يعني بيعانوا من الكرياتينج ديفكتلي يعني صعوبه في التنفس طبعا متى بيزيد خطر حدوث مضاعفات خطيره دائما عند كبار السن أو كبار السن واللي عندهم مشاكل صحية مثل السكري والهيت and linked disease and cancer والله يا رينات ده الكلام اللي شفهياً اتقال تمام التخوف من البداية كان على الناس كبار السن والأطفال وفئة الناس اللي عندها chronic illness أكيد والمناعتهم ده صحيح لما له علاقة بالإميون سيستم عند الأشخاص دي وضعه إيه لكن فعليا يمكن كل حد فينا سمع من اللي حواليه او عن اللي حواليه او من المقربين لي شباب وما عندهمش اي مشاكل صحيه وفي مرحله الشباب والبلوغ زي ما بنقول وللاسف كان ويمكن ده واضح كمان في الفريق الصحي او اعضاء الفريق الصحي صح حالات واصيبت وكانت اصابات شديده والى ان توفاها الله يعني صحيح تمام اتفضل
طبعا نعرف انه ايش طرق انتقال العدوى، في انتقال مباشر عن طريق الرذاذ المتطاير اثناء الكو اند سنيز اللي هي الكحة والعطاس، وفي عنا الانتقال غير مباشر انه تستعمل مواد ملوثة من يعني بطريقة غير مباشرة. في عنا طريقتين للعلاج، في عندنا السلف كير اللي هي الرعاية الذاتية، والطريقة الثانية هي العلاجات الطبية. الرعاية الذاتية مجرد ما انه انت حسيت ما في راحة راح إنه تستريح وتشرب الكثير من السوائل، تتناول الطعام المفيد، وفي عندنا كمان أنواع من الأنواع الطبيعية من العلاجات مثل الشيح وهاي الشغلات اللي يكون فيها كثير من الفيتامينات وبتعطي مناعة للجسم. وغير هيك إنه بتظل بغرفة يعني منفصلة عن أفراد الأسرة، ولازم يصير في تنظيف وتعقيم للأسطح لأكثر إشي يصير في إلها ملامسة. صح. الطريقة الثانية في عنا العلاجات الطبية اللي هي نفسها المضادات الحيوية اللي بيعطوها بالمستشفيات واللي بيوصفوها كيميائيا بيحكوا عنها. إذا كان في أعراض خفيفة وكن يعني كانت الصحة لسه جيدة، لازم كمان نعزل نفسنا ونتصل مزود الرعاية الصحية عشان نحصل على مشورة ورعاية لازمة، لأن بروتوكول العلاج بيختلف على حسب المريض إيش عقواه إيه أو في أي أيوة. الباقي راح تحكم له زميلتي هلا. تفضلي يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله. يا ابراهيم انتظر بس زميلتك تخلص يا ابراهيم. تفضلي. طيب تمام. تفضلي هلا. اكمل عن زميلتي، كيف بدنا نساعد في منع انتشار فيروس كورونا؟ طبعا بشكل عام كيف نمنع نفسنا من فيروس كورونا؟ اول شيء لازم نغسل اليد بشكل متكرر، يعني اهم شيء ركزوا عليه لما انتشر فيروس كورونا كانوا ينصحوا الناس غسل اليدين بشكل متكرر، أو استخدام الكحول المعقمة. يعني أنا إذا كنت في مكان يظل معي كحول معقم أو هايجين للإحتياط عشان نقتل الفيروسات، بس بنسب معينة لأن ناس كتير بحتعاني من مشاكل جلدية بهذا الموضوع. بالضبط، لأنه ممكن يعمل مشاكل في الجلد طبيعي. كمان جزء ثاني لازم نحافظ على مسافة آمنة بين أي شخص، يعني أنا كنت في مكان عام لازم يكون في بيني وبين الشخص الآخر من بين من شبر أو شبرين أو متر أو مترين عشان إني أحافظ على نفسي. كمان لو شخص بعطس أو بسعل لازم أبعد عنه، لازم أبعد عنه عشان ممكن يكون مع الفيروس أو أي إشي. لازم أرتدي الكمامة إذا ما كان في تباعد جسدي ممكن، يعني أنا كنت في مكان مزدحم بستخدم الكمامة، وكمان لو كان ما في تزاحم لازم ألبس الكمامة ارتديها للاحتياط. نتأكد إنه من تغطية أنفك أو فمك أو بمرفقك أو استخدام السعال عند أو استخدام المناديل عند السعال أو العطس. لو أنا شعرت بأي مرض يعني حمى سعال عطس لازم أبقى في المنزل عشان إنه ممكن يكون معاي الفيروس. إذا أنا حسيت بالأعراض وحسيت إنه معاي أعراض فيروس كورونا لازم أطلب المساعدة من العناية الطبية مشان يفحصوا لي فيروس كورونا. حالياً صار الناس أشخاص تظهر معاهم فيروس كورونا بدون أعراض. يعني مع الموجة الثانية. بالضبط، يعني مع الموجة الثانية صارت ناس تظهر معهم فيروس كورونا بدون أعراض. أو يمكن هم كمان نفسهم مش عارفين. بالضبط مش عارفين. ففيروس كورونا مش بس له يعني موجة أولى، لا إحنا في الموجة الثانية حالياً في الأردن، والأعراض تختلف معي. بالضبط. طبعاً هسه نحكي إنه فيروس كورونا لمتى ممكن يضل على الأسطح، يعني شو فترته. فيروس كورونا إحنا أي إشي يعني أي لازم إحنا باستمرار نعقم المنزل، نعقم أي إشي بوصلنا، لو شرينا أي شغلة لازم نعقمها. لكن فيروس كورونا أظهرت الدراسات العالمية إنه فيروس كورونا بيبقى على البلاستيك والفولاذ المقاوم لمدة 72 ساعة، وعلى النحاس لمدة أقل من 4 ساعات، وعلى الكرتون لمدة أقل من 24 ساعة. ده غير تعلقه بالهواء، غير تعلقه. بالضبط. تمام. فلهيك للإحتياط إحنا أي شيء بوصلنا أو أي شيء بيجينا لازم نعقم المكان، لازم نعقم المكان باستمرار. والمسافة بيننا وبين الآخر. بالضبط. في كمان معلومة أو في كمان مشكلة، فيروس كورونا لما انتشر، ما هو لما انتشر فيروس كورونا صار في حذر،
منعوا التجارة، منعوا التسوق بالضبط، فأصبحت مشكلة عالمية اللي هي الاقتصاد العالمي في العالم كله. عشان كده لقت بالجائحة، لما لهم أثار سلبية على الجوانب. فصار في إعاقة في الإنتاج، صار في إعاقة في النقل، صار في إعاقة في الطلب، صار في الطلب العالمي، لأنه معظم الدول انعزلت ووضعوها تحت الحجر الصحي. وألحقت ضرر كبير بها من مالية، من طيران، من نقل، من سياحة، وخسائر فادحة، يعني خسائر كبيرة جداً. من الأماكن اللي أثر عليها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي التبادل التجاري، عرقل الإنتاج فيها ويعيق العرض ويضعف الطلب العالمي. كمان الترابط المالي، يعني أثره المادي والمعنوي قل، يعني صار عليها مشاكل عالمية مش بس على هذا. كمان الوظائف، على مستوى الوظائف ناس كتير فقدت أشغالها يعني، خاصة أو فقدت دخلها، خاصة فئة عمال المياومة أو اليومية عندهم طبعا يعني تعرضوا لمشاكل واضحة جدا. ناس كتير خسرت يعني، في قطاع من الناس أو شريحة من الناس خسرت، وفي على النقيض في ناس يعني اكتسبت أو كان التأثير بالنسبة لهم أفضل. على كل على كل يا رناد أنت وهلا تمام. يلا شكرا ليكو. إبراهيم قول جزءك يا إبراهيم. ربنا الله يعطيك العافية دكتور. أهلا يا إبراهيم، بعتذر على اللي صار بس النت المايك مش فاتح والنت معلق شوي. طيب انت هتكمل جزءك عن الهايبرتنشن سريعا بس، الله يكرمك يا ابراهيم. انا راح ابدا عن طريقه التغذيه اللي بتتم لتساعد في خفض ضغط الدم. هسه اول شيء بنركز عليه في التغذيه اللي هو الاكل، من اللي بيساعد على خفض ضغط الدم في الجسم. البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف. محدش يخرج، معلش يا بريم ثانية واحدة، محدش يخرج من السيشن يا جماعة لو سمحتوا، كأننا في القاعة مع بعض. تفضل يا بريم. البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف تتحكم في ضغط الدم، والفواكه والخضروات وغيرها من الشغلات مثل ألياف قليلة الصوديوم والفواكه والعصير الفائد اللي بكون يعني نسبة المواد الصناعية فيه معدومة. ممكن البذور الطبيعية أو البقوليات واللحوم الخالية من الدهون والدواجن مصدر جيد من المغنيسيوم. ممكن الواحد يستطيع زيادة البوتاسيوم والمغنيسيوم الألياف الطبيعية من تناول عدة أطعمة ضمن نظام غذائي معين، زي مثلا البرتقال، التفاح، الذرة، الموز، الجزر، السمك، اللبن اللايت، البطاطا الطرية، البطاطا العادية، وكثير شغلات غيرها. هسه في نظام غذائي معروف اللي هو DASH، هو على مدار تقريبا أسبوع يكون بخفض درجة ضغط الدم من 8 إلى 14 نقطة. وهو نظام غذائي لنهج الغذائية لتوقف ارتفاع ضغط الدم، تناول قليل من الدهون والصوديوم، يعني يتم اتباع نظام معين. النظام هذا اللي هو تناول الصوديوم على أن لا يزيد 2300 ملغرام من النظام الغذائي التقليدي أو 1500 ملغرام عن نظام الغذائي المنخفض. يعني تتكلم تقريبا من جرام ونص لاثنين جرام يوميا. مش سامع. بقول لك يعني بتتكلم تقريبا في كميه الصوديوم انتيك من جرام ونص لاثنين جرام تقريبا. ممكن الالبان قليله الدسم نتناولها 2-3 مرات في اليوم. ممكن الدهون الصحية مثل الأفوكادو، زيت جوز الهند والسمن من 2-3 في اليوم. الخضار فواكه من 4-5 مرات في اليوم. وممكن وبرضو يعني في عدة شغلات اللي هو تكملة نظام الغذائي هذا بشكل عام.
بشكل عام يجب تناول المزيد من المصادر البروتين قليلة الدسم من الحبوب الكاملة والكثير من الفواكه والخضروات. بشكل عام يجب تناول المزيد من مصادر البروتين قليلة الدسم والحبوب. من خلال اتباع نظام غذائي صحي للقلب يمكن تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتعزيز الصحة الجيدة. أي هو مشكلة الهايبرتنشن هذه الكومبليكيشن بتنتج عنه. ممكن الجرعة اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هو نظام الغذائي الدي اس اش، نظام غذائي عالي الدهون كامل الدسم يقلل من مقدار ضغط الدم مثل هذا النظام التقليدي. نظرة لمراجعة أخرى بنتائج 17 دراسة وجد أن النظام الغذائي DASH خفض نظام غذائي لخفض ضغط الدم في مستوى بمقدار 6.74 ملي زئبق لضغط الدم الانقباضي و 3.54 ملي جرام لضغط الدم الانبساطي. ومع لما واحد يستمر في نظام غذائي معين او تقليل اي مصدر اللي يرفع الضغط مع مرور الايام بتحسن الضغط عنده ضمن ارشادات يعني طبيه او الالتزام بالارشادات المطلوبه. هيك تكون انهيت. يعطيك العافيه، بعتذر على التاخير. ماشي يا ابراهيم، موفق ان شاء الله. يا شباب احنا وقتنا خلاص، بقينا موضوعين باقي، اثنين سيمينار لرؤي أي موجود، والسيمينار اللي خاص بمجموعة أحمد أبو عادي وسامح. أحمد موجود صح؟ يا أحمد. أحمد أبو دكتورة موجود. طيب أنت وسامح موضوعكم عن الهيباتيتس، وهو موضوع لؤي عن التفاعل. عموما إن شاء الله كده عشان وقتنا خلص النهاردة. عموما بكرة إن حيانا ربنا، بكرة لقائنا ما بين ولا، لان عندي ظرف، لو ما عنديش مشكله هنتقابل ان شاء الله على موعدنا. لو لا قدر الله ما تقابلناش، ايه رايكم نخلي بدل محاضره بكره نخليها يوم الخميس نفس التوقيت على 10:30؟ عندكم حاجه الخميس؟ لا انا لا. خلاص عشان ناخد راحتنا ان شاء الله، الناس اللي ما قدمتش تاخد فرصتها، بحيث انه انا ليه خليتها الخميس تحديدا، انا ما عنديش مشكله في الماده، لان الماده كمحاضرات احنا لسه مستمرين مع بعض ان اراد ربنا للاسبوع الجاي، بس انا الفكره في الاولويه حاليا هي لرفع علاماتكم على السيستم عشان تعرفوها قبل ما تدخلوا امتحانات الفاينل، بالاخص ان الفاينل عملي خلاص يعني هيبتدي مع بدايه الاسبوع اتوقع، صح كده؟ فاذا لقائنا ان ما كانش بكره هبعت لكم مسج هاكد على يوم الخميس على 10:30 ان شاء الله. ماشي الكلام؟ ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا للي خرجوا من غير ما اقول ان السيشن انتهت. يلا استودعكم الله.